حياكم الله مجددا في هلا. وصلنا إلى واحدة من أكثر الفقرات المحببة لنا في البرنامج طوال موسم يا هلا. في كل مرة ولله الحمد نحتفي بمجموعة من الطلاب والطالبات السعوديين اللي استطاعوا أنهم يحققوا جوائز علمية عالمية. هذه المرة الطلاب والطالبات السعوديين استطاعوا أنهم يحققون 9 جوائز في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024 واللي يقيم في العاصمة التايوانية تايبي. شارك فيه أكثر من 600 طالب وطالبة يمثلون 27 دولة. خرجنا ب9 جوائز في أبحاث علمية جميلة مبهجة تبشر بمستقبل كبير جدا حقيقة. أنه اليوم اللي موجودين معي في الاستديو واللي بناخذهم عن طريق السكايب واللي ما استطاعوا أنهم ينضمون إلينا اليوم كلهم يمثلون حالة من الفخر والاعتزاز العالي جدا للمملكة العربية السعودية للعلم للمعرفة. خلوني أرحب بضيوف الأبطال اللي يشرفوني هنا في الاستديو. معي هنا في الاستديو عبد الله بن فهد العتيبي وحصل على المركز الثالث في مجال الهندسة البيئية. عبد الله مساء الخير، مبروك هذا الفوز وحياك الله معنا فيها. مرحبا بك يا وسهلا. أيضا معي هنا في الاستديو يارا بنت عبد الله الوادعي وحصلت على المركز الثالث في مجال الهندسة. يارا مساء الخير وألف مبروك لك وشكرا أنك قبلتي دعوتنا. شكرا. عن طريق السكايب ينضم إلي أو تنضم إلي أريج بنت عبد الله القرني وحازت على المركز الثالث في مجال الطب والحياة. أريج مساء الخير، ألف مبروك لك وشكرا لقبولك دعوتنا. مساء النور، الله يبارك فيك، شكرا لكم. وأيضا ينضم إلي سالم بن عويض الصاعدي واللي فاز بالمركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة. سالم مساء الخير، ألف مبروك وشكرا لنا قبل دعوتنا. مساء النور عليك، والله يبارك فيك يا رب، شكرا لك. أهلا وسهلا، شرفتونا جميعا. خلوني بس أقول للمشاهدين والمشاهدات كل الجوائز التسع اللي فازوا فيها. كادي جمال البوع بيد فازت في المركز الثاني في مجال الهندسة. غلا بن تركي المعبدي، وإن شاء الله أني قرأت الاسم صح وصحيح لي عبد الله، المعبدي فازت في المركز الثاني في مجال الهندسة. ويارا بنت عبد الله الوادعي فازت في المركز الثالث في مجال الهندسة. أريج عبد الله القرني فازت في المركز الثالث في مجال الطب والحياة. نورة ماجد القرعاوي فازت في المركز الثالث في مجال الكيمياء. عبد الله فهد العتيبي فاز في المركز الثالث في مجال الهندسة البيئية. سالم عويض الصاعدي في المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة. أحمد علي فاز بجائزة خاصة بالإنجاز في مجال الفيزياء والفلك. وجوري سلطان البصيلي فازت بجائزة خاصة في مجال علوم الحاسب. الجميل في الموضوع وين؟ أنهم يمثلون مدارس تتبع لإدارات تعليم مختلفة. عندنا الأحساء وعندنا جازان وعندنا الرياض وعندنا مكة وعندنا الشرقية والخرج والمدينة المنورة. بصراحة منجز عالمي سعودي يستحق الاحتفاء. عبد الله أبدأ معك، ودي تشرحنا البحث اللي شاركت فيه بتفاصيله. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أعرفك على نفسي، معك الطالب عبد الله بن فهد العتيبي من محافظة الخرج، أحد أعضاء الفريق السعودي الذي مثل المملكة في المحفل الدوري تايسف 2024 والحاصل على المركز الثالث في مجال الهندسة البيئية على مستوى العالم. المشروع يتكلم عن كيف أن نقدر نستغل مصدر الطاقة الشمسية لمحاربة التلوث البيئي كانتشار البكتيريا والفيروسات. فأنا أطور طلاء محفز ضوئيا، هذا الطلاء مجرد ما أطليه على أي سطح صلب كالطاولة هذه مثلا يكون مضاد للبكتيريا والفيروسات مجرد تعرضه لضوء أشعة الشمس الطبيعي أو ضوء اللمبة العادي. جميل، من متى اشتغلت على هذا البحث؟ والله للأمانة يمكن لي سنتين يعني مستمر على هذا التطوير المشروع. حلو، إلى وين وصل هذا المشروع؟ يعني خلص البحث فيه ولا ما زال؟ والله الحمد لله، يعني حاليا شغالين على الببليكيشن اللي هو نشر البحث وأيضا على تصنيع المادة كمنتج تجاري. حلو، متى توصلون إلى مرحلة براءة الاختراع ولا خلاص أخذتوها؟ والله شغالين عليها الحين، لكن نقول إن شاء الله ربي إن شاء الله ييسرها بإذن الله تعالى. عبد الله لك التوفيق وبرجع لك بقية التفاصيل. أرحب فيك معنا يارا. يارا وش كان بحثك اللي قدمتيه؟ السلام عليكم، اسمي يارا الوادي. بحثي كان يتكلم عن عملية فصل المياه لاستخراج الهيدروجين الأخضر لكي نقضي على انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون الذي مضر للبيئة. ففي عملية فصل المياه هو أن المياه مصنوع من الـ H2O الهيدروجين والأكسجين. ففي عملية فصل المياه هو عملية أننا نفصل الأكسجين في جهة ونفصل الهيدروجين في جهة أخرى لكي نستخرج هذا الهيدروجين بطريقة نظيفة. فهذا مشروع فكرة دعم الطاقة النظيفة اليوم والصفر كربون وغيرها. صحيح. متى بديتي على هذا البحث؟ بديت في السنة الماضية في إبداع، في مسابقة إبداع. جميل. بنروح إلى أريج. أريج رحب فيك معنا مجددا، كلمينا عن البحث اللي شاركتي فيه. أنت كان مجالك الطب والحياة. أهلا. نعم، معك أريج القرني. طبعا مشروعي فاز بالمركز الثالث على العالم في مجال الطب والحياة، كان يتمحور حول مرض الجلوكوما أو المياه الزرقاء، ألا وهو أكبر مسبب للعمل كامل في العالم. أنا أستخدم الذكاء الاصطناعي، خصيصا فرع منه يسمى بالCNN، في أني أطور شخص طريقة تشخيص لهذا المرض بحيث نتمكن من تشخيصه بشكل مبكر ونقلل الحالات التي تنتج عنها العمل. جميل. إلى وين وصلتي في الموضوع موضوع الآن؟ إحنا الآن في طور أن نجعل البروتوتايب اللي صنعناه للموقع التشخيصي لبروتوتايب أو لأبليكيشن توجد على الإنترنت بحيث أن الكل يقدر يدخل ويستخدمها بشكل متوفر من كل نواحي العالم. إحنا في هذه المرحلة ولسه يعني قدر نشتغل فيها، وطبعا حصلنا عليه حاليا على براءة الاختراع وفي طور الببليكيشن. حلو. طيب من متى أنت تشتغلي على هذا الموضوع أريج؟ تقريبا من سنة ونصف الآن. ممتاز. يلا لك كل التوفيق إن شاء الله، مع الوقت نشوفه يطبق واقعا وتستطيع أنك تخدمين البشرية فيه. أريج، أنت في أي مرحلة دراسية؟ أعتقد ثاني ثانوي، وصححي لي. نعم، ثاني ثانوي. عبد الله ثالث ثانوي. صحيح. يارا ثالث. طيب بنروح إلى سالم. سالم، أنت في ثاني ثانوي صح؟ هي صحيح. أهلا وسهلا، راح فيك مجددا، أبارك لك مجددا، ودي تكلمنا عن بحثك. طبعا أنا بحثي يتكلم أني ألتقط غاز ثاني أكسيد الكربون من الجو، أخزن التربة الصحراوية عشان يزيد خصوبتها. يعني البحث إن شاء الله حيحل مشاكل كثيرة، حيقلل لي نسبة CO2 في الجو، حيكافح التصحر. رؤية المملكة 2030 عندها رؤية أنها تقلل من مستوى CO2 في الجو، وأن تكون عندنا أكبر المساحات الموجودة في المملكة تكون أراضي خضراء. إن شاء الله هذا البحث حيساعد بشكل كبير إن شاء الله. جميل. الاستفادة منه في التربة، يعني أول شيء معلومة أنه هو يخصب التربة، ثانيا هل في ضرر معين ممكن ينشأ ولا لا أنت تأخذ بس الفائدة منه؟ لا، أخذ الفائدة منه، وغير كده أصلا المواد اللي أنا قاعد أستخدمها مواد مستخلصة من الطبيعة، يعني فما راح تضر التربة بأي شكل إن كان. والحمد لله أثبت هذا الشيء أنه بالفعل يقدر النبات ينمو، يقدر أنه سيتو يحول التربة الصحراوية لأن تكون تربة خصبة. الحمد لله أثبت هذا الشيء في البحث. من متى وأنت تشتغل على هذا البحث سالم؟ أنا الحمد لله لي الآن 7 شهور قاعد أشتغل على هذا البحث ومستمر بإذن الله. إن شاء الله. أنا أستأذنكم جميعا أنه نأخذ فاصل قصير وبعده نرجع نكمل حوارنا معكم إذا سمحتوا لي. بعد هذا الفاصل مكملين مع أبطالنا. حياكم الله مجددا في أهلا، ضيوف الأبطال السعوديين من طلابنا وطالباتنا اللي حققوا 9 جوائز في المنافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024. عبد الله فهد العتيبي، يارا عبد الله الوادعي، أريج عبد الله القرني، وسالم عويض الصاعدي. رحب فيكم مجددا. عبد الله، قبل إعلان النتيجة يعني كنت تتوقع أنك تحصل على المركز؟ والله للأمانة يعني كنا معلقين الثقة في حبل الله تعالى، ولكن يعني كان ثقتنا في بعض كلنا وفرحتنا كانت كلنا سوا كفريق سعودي. الحمد لله يعني شيء مشرف أننا حققنا 9 طلاب حققوا 7 جوائز كبرى مراكز وجائزتين خاصة. الاهتمام بالهندسة البيئية متى بدأ معك؟ والله أنا ترى منذ الصغر وأنا كان اهتمامي وشغفي في مجال العلوم المختلفة في شتى المجالات، العلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء. لكن ليه أنا سكنت شغفي هذا في الهندسة البيئية؟ لأني شفت اهتمام الدولة حاليا في استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية. فمجال الهندسة البيئية يتكلم عن كيف نقدر نستخدم الطاقة المتجددة في المعالجة البيئية، فأنا وجدت شغفي في هذا المجال. جميل، وإلى مزيد من النجاح يا رب. يا رب. السؤال نفسه، أنت كنت تتوقعي قبل إعلان النتيجة، أنت قدمتي وقفتي أمام اللجنة، عرضتي بحثك بالكامل قبل إعلان النتائج، إيش كانت توقعاتك بصراحة؟ بس الصراحة كنت واثقة في نفسي وفي مشروعي والجهد اللي كلنا بذلناه كفريق، والصراحة يعني
طيب الحمد لله. من الأشياء الجميلة اللي إحنا جالسين نشوفها ونلمسها الآن، كل المشاهدين اللي خلف الشاشة ما يدرون عنها، أن والدك حاضر وموجود معنا في الكواليس، وش تقولي له؟ أقول له شكراً على دعمي، هو ما قصر معي، بسافر معي لتايوان وقعد معي أسبوعين وساعدني، وكان كل يوم يتدرب معي وكان يعطيني نصايح كثيرة، ومرة مرة يعني شكراً له، يعطيه العافية، الله يطول في عمره. الله يحفظ لك يا رب. المجال الهندسة متى بدأ اهتمامك في الموضوع؟ بدأ اهتمامي يوم كنت أسجل في برامج الصيفية، كنت أنا كل صيف أسجل في برامج مكثفة في مجالات متعددة، وجربت مجالات كثير، ولكن وجدت نفسي في مجال الهندسة لأنه مجال جدا ابتكاري ويتيح الكثير من الفرص في كل الأفكار وكذا، فأنا مرة استمتعت فيه. جميل. أريجي، إذا كان صوتي واصل لك أبغى أسألك نفس السؤال اللي سألته لعبد الله ويارا قبل إعلان النتيجة، إيش كانت توقعاتك أنت الشخصية بينك وبين نفسك؟ طبعاً أنا كنت كلي ثقة بالتدريب اللي حصلنا عليه، الوزارة أبداً ما قصروا معنا، كانت في ورش تأهيلية جداً مكثفة، تعلمنا أساسيات التقديم، كيف أننا نقوي مشروعنا، كيف أننا يعني نوضحه للمحكمين بأفضل طريقة ممكنة، فكنت بوقت التحكيم حاسة بثقة كبيرة، وفي نفس الوقت حاسة بثقة بالمشروع والتعب اللي عليه، فكنت يعني عندي أمل كبير بالله وبالتدريب والجهد اللي حطيناه، لكن بنفس الوقت كنت كلي يعني عالم ان المنافسه شرسه، فالحمد لله على هذا التفوق اللي حصل عليه كل الوفد السعودي. الحمد لله. في المحيط القريب منك اريج، مين ابرز الداعمين لك، الناس اللي دائما تلجئ لهم، يعطونك معلومات، يدعمونك، يحفزونك للنجاح في هذا المسار؟ طبعا انا جدا يعني فخوره وسعيده محظوظه جدا اني انولدت في بيئه منذ نعومه اظافري تدعمني الموهبات، تدعمني الابتكارات، والدتي منذ صغري كانت دائما تشجع فيني حب الابتكار، حب طرح الاسئله، ونفس الشيء والدي وكل الاهل بصراحه اكتشفوا فيني موهبه منذ سن صغيره، ويعني بذلوا كل جهدهم في تنميتها. جميل. سالم، أبعطيك آخر سؤال سألته لأريج حول فكرة الداعمين، المحيط القريب منك اللي حولك، مين أكثر الناس اللي جالسين يدعمونك ويحفزونك في هذا الموضوع؟ أكيد أفضل شخص وأكثر شخص دعمني في حياتي كلها وفي مسيرتي في البحث العلمي وفي تاسي وفي كل شيء هي والدتي الله يحفظها، وجدتي دعموني بشكل جدا كبير من وأنا صغير، حفزت عندي أنه يكون عندي تميز دراسي، حفزت عندي أنه لازم كيف أنا أوجد طرق إبداعية لحل المشكلات في أشياء كثير، يعني الحمد لله. طيب توقعاتك الشخصية قبل إعلان النتيجة إيش كانت تقول؟ والله صراحة ما أخفي كنت متوتر، ولكن كان عندي ثقة بالله أنه راح أحصل على مركز، يعني لأنه وجدنا تدريب جدا كبير من المشرفين اللي معانا، البحث اشتغلت عليه بجهد وتعب، وبإذن الله اللي يتعب تعبه ما يروح فراغ بإذن الله. نعم. أنتم كفريق عمل سالم، أنتم أتحدث عن الطلاب، كنتوا تتكلموا مع بعض، تستفيدوا وتأخذوا من خبرات بعض، لأنه في بعض المجالات مشتركة بينكم؟ أكيد أكيد. أصلاً إحنا كنا لما كنا في تايبي كنا قاعدين نتدرب إنه كل مين يعرض بوستره للثاني، أنا أديك فيدباك، أقول لك لا الوقت عندك كذا، قلل كذا، ركز في هذه النقطة أكثر، سرع هنا، زي كذا يعني. نعم. جميل. طيب أنا والله للأسف أنه الوقت انتهى معي، ولا بصراحة الحديث معكم لمال، أباخذ كذا رسالة أخيرة من كل واحد منكم. عبد الله وش تقول للطلاب ولا لمن؟ للي تحب. والله أنا ودي أوجه نصيحة للطلاب، الحمد لله يعني حنا الحين في المملكة عندنا هرم تعليمي مميز من قيادة ومن إدارة ومن طلاب، فأنت كطالب لازم تجد وين شغفك موجود فيه، والدعم يعني بإذن الله بيجيك تعالى يعني من الوزارة ولا من القيادة، فالحمد لله الدعم موجود والإمكانيات متوفرة، لكن أنت بس سكن شغفك في المجال اللي تحبه. الحمد لله. عبد الله نبارك لك مرة ثانية وإلى مزيد من النجاحات إن شاء الله، وشكرا لحضورك. الله يعافيك. شكرا. وعبد الله على فكرة كان ضيفنا أيضا في آيتكس لما هو فاز مع الطلاب اللي فازوا، وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات. يارا، الكلمة الأخيرة عندك وش تقولين؟ أنا ودي أشكر كل اللي دعمني، ما كان بفضل الله ثم بفضلهم ما كان وصلت اللي أنا فيه الحين، أشكر وزارة التعليم على كل كل
والدورات التأهيلية اللي ساعدونا فيها والدعم. أشكر أهلي وأشكر مدرستي. إن شاء الله بإذن الله أنك تضاعف الشكر لهم في كل النجاحات القادمة بإذن الله، ونشوفك في أحب الأماكن لك. شكرا جزيلا لحضورك معنا، وألف مبروك مرة ثانية. الله يبارك فيك. أريج، الكلمة الأخيرة عندك، وش تقولين فيها؟ أحب أوجه نصيحة لكل أخواتي وأخواني من الطلاب. كل شخص لازم يقتنع كل اقتناع أن عنده موهبة، وأن هو منح، أو يعني كان جدا محظوظ أنه يولد بدولة تدعم هذا الموهبة، سواء من مؤسسات، سواء من وزارة التعليم. الفرص اللي تعطى للطلاب فرص جدا كبيرة، فإحنا منحنا هذا الوطن الداعم لمواهبنا اللي ينميها، وبإذن الله نستغل هذه الفرص ودائما نمثلها، ودائما المملكة تكون متفوقة بكل المحافل العملية. أريج، نبارك لك مرة ثانية، وإن شاء الله إلى مزيد من النجاحات. سالم، الكلمة الأخيرة عندك، وش تقول فيها؟ أكيد أنا أحب أهدي هذا الفوز والإنجاز لوطني الغالي اللي دعمني بشكل جدا كبير. شكرا لقيادتنا الرشيدة اللي وضعت لنا رؤية جعلتنا شعب طموح يبي نوصل لأماكن أعلى وأعلى. شكرا لوزارة التعليم، شكرا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن اللي أتاحت لي الفرصة إن أشتغل في معاملها وأسوي بحث أقدر أتنافس فيه عالميا. شكرا لكل من دعمني، شكرا لأهلي، شكرا لكم على حسن الإضافة، وجزاكم الله ألف خير. فخورين فيك وفي كل زملائك الناجحين، شكرا جزيلا لك. قبل ما أنهي هذه الحلقة، لاحظوا ثلاث أشياء أنا ألاحظها دائما في كل طلابنا وطالباتنا اللي نستضيفهم بعد أي إنجاز. أول شيء الثقة العالية اللي يتحدثون فيها ويعرضون أبحاثهم أو اختراعاتهم أو ابتكاراتهم، وهذه قيمة حقيقية جميلة. ثانيا المستوى العالي من اللباقة والتحدث والقدرة على الحديث والسرد، وهذه أيضا من المهارات المهمة جدا اللي جالسين نلمسها ونشوفها ونعتز فيها. الشيء الثالث وهو لا يقل أهمية عما قبله، حالة الشغف الكبيرة الموجودة عندهم تجاه المسار العلمي، تجاه الوطن، تجاه العلم، تجاه المعرفة البشرية المنجز. هذه كلها من الأشياء اللي نفخر فيها. من أجمل ما نقل لنا من التراث العربي وكابد المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أشوفكم بكرة في أمان الله.